دول أوروبية عدة في الاتحاد الأوروبي تسعى إلى تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية استناداً إلى حكم قضائي ألماني. برلين بالإضافة إلى عواصم أوروبية أخرى طلبت من المسؤولين القانونيين بالاتحاد الأوروبي فحص حكم صادر عن محكمة في مدينة دوسلدورف الألمانية. وجد أن وكالة حكومية إيرانية كانت مسؤولة عن محاولة شن هجوم لإحراق كنيس يهودي بشكل متعمد. ودبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي كشفوا أن المنظومة القانونية في الاتحاد أكدت أن الحكم يمكن أن يكون كافياً لتصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية، إلا أنه لم يتضح بعد ما إذا كان هناك أغلبية من بين دول الاتحاد 27 تؤيد هذه الخطوة، نظراً لأن قرارات الاتحاد الأوروبي ينبغي كما هو معروف أن تتخذ بالإجماع. يتداعى الأوروبيون لمحاصرة الذراع الإيراني الأقوى خارجياً وحتى داخلياً. الحرس الثوري الإيراني، الجهاز الأمني الذي واكب تجذر نظام الثورة في إيران، تنتظره تصنيفات جماعية محتملة على قوائم الإرهاب في القارة الأوروبية. جهود تقودها برلين رفقة دول أخرى في الاتحاد الأوروبي استناداً على حكم قضائي ألماني حسب ما ذكر الدبلوماسيون في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية. وبالفعل قامت الدائرة القانونية بمجلس الاتحاد الأوروبي بمراجعة حكم المحكمة الإقليمية العليا في دولسدورف الألمانية، وأكدت أن هذا الحكم الصادر في ديسمبر الماضي يمكن أن يكون كافياً كأساس قانوني لقرار تصنيف الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب للاتحاد الأوروبي. الحكم كان سجناً لألماني من أصول إيرانية كان ينوي استهداف كنيس يهودي بإعاز من مؤسسة تتبع للحرس الثوري الإيراني. ولطالما كان تصنيف الحرس الثوري في أوروبا على قوائم الإرهاب محط جدل وسط موازنة بين السعي للمحافظة على ما تبقى من نفوذ أوروبي داخل إيران في مقابل توجه أوروبا لمعاقبة إيران على ملفات عدة على رأسها دعم روسيا بالمسيرات وتطوير البرنامج النووي. من طهران ينضم إلينا رئيس تحرير صحيفة إيران دبلوماتيك الدكتور عماد أبشناس، ومن برلين الباحث في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية سيد رافائيل بوسونغ. أهلا وسهلا بكما. أبدأ منك ضيفي من برلين، ما الذي تغير برأيك في الموقف الألماني والذي يجعل ألمانيا مقبلة على تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية في الوقت الذي كانت فيه أصلا دعوات سابقة في الغرب وفي أوروبا من قبل جماعات وأفراد معارضين للنظام الإيراني في الداخل كانوا يطالبون مرارا وتكرارا بهذا التصنيف؟ كان السبب الذي يجعل هناك تغيير كبير هو التطورات السياسية التي جرت والتي وصلت مرحلة جديدة، ونحن نعلم أو حتى الآن ليس في مرحلة أن يكون هناك قرار فيما يتعلق بالعقوبات. كان هناك نقاش على الأقل منذ عام بالفعل إن لم يكن أطول من ذلك حيال هذا الأمر، ولقد كان هناك دائما دفاع سياسي يقول أنه ينبغي وأن يكون هناك قرار وطني قانوني، وأيضا أن يكون هناك سلطة تعي أو تحدد أو تصنف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية قبل أن يكون هناك قرار فيما يتعلق بالعقوبات. من الناحية التقنية نعم هناك نقاش دفاعي، ولكن لا أرى أي نقاش سياسي، لأنه في السابق كان هناك كثيرا آراء منقسمة، وإذا كانت هذا سيكون ذكاء أم أن هذا سيغلق الأبواب مع إيران. وفي النهاية العقوبات ربما سوف يتم واجهتها في المحكمة، وكان هذا نقاش قانوني، ربما سيكون هناك قرار بالعقوبات، ولكن العقوبات يمكن مواجهتها في المحكمة إن لم يكن هناك أساس حقيقي للدفاع، وأيضا ربما سيكون أيضا محرجا إذا كان هناك رفع للعقوبات بعد ذلك. إذا خلف المشهد هناك مناقشات، وأيضا على مستوى الاتحاد الأوروبي ليس فقط في ألمانيا هناك رغبة في القبول، بأن هناك منذ العام الماضي أو من ديسمبر كان هناك قاضي يقول أن هناك تبرير، ولكن أنا أعتقد حقيقة إذا كانت ألمانيا ترغب بشدة أن تقوم بفرض عقوبة على الحرس الثوري منذ عام كان ذلك سيكون نافذا، ولكن هناك أسباب سياسية تجعل هناك تردد، وأعتقد أن ألمانيا تدفع بالأمر الآن، وربما
ربما سيكون ذلك في سياق أن ألمانيا تزيد الانتقاد لإسرائيل وتدعم أيضا المحكمة الدولية الجنائية على الأقل، ولكن إسرائيل دائما ما طالبت هذا النوع من العقوبات على الحرس الثوري الإيراني، وإذا دفعت ألمانيا بذلك الأمر فهذه إشارة لإسرائيل وبعض حلفائها، نحن لا نزال نسعى إلى الحفاظ على العلاقات ونرغب في أن نكون أيضا في جانب من ناحية السياسة الألمانية تجاه إسرائيل والمنطقة برمتها. إذن أعتقد أن هذا هو ألمانيا. وهي نقطة في يعني نقطة شيقة جدا أنه الجانب الألماني قد ينظر، أو هذا السياق الأوسع الذي يمكن أن تكون ألمانيا تدرس فيه مسألة سواء التصنيف أو السياق القانوني الذي ذكرته، بالإضافة إلى مسألة العقوبات المتعلقة بالملف النووي الإيراني. طبعا سأعود إليك سيد رافائيل. أذهب إليك دكتور عماد أبشناس وأريد تعليقك على ما ذكره السيد رافائيل، وماذا سيكون رد الفعل في الداخل الإيراني في حال أقدمت الدول الأوروبية التي لطالما عرفت بأنها مهادنة بعض الشيء مقارنة بالولايات المتحدة الأمريكية، أن تذهب إلى تصنيف الحرس الثوري الإيراني؟ الكل يعلم مدى أهمية وقوة هذا الجهاز كمنظمة إرهابية، بالإضافة إلى مسألة ملف العقوبات في الملف النووي الإيراني والذي أيضا تسعى الدول الأوروبية لمعاقبة إيران فيه. تحياتي لك السيدة مروج، للضيف العزيز والمشاهدين الكرام. يعني عمليا هناك عدة نقاط يجب أن أشير إليها. أولا بالنسبة للقرار الأوروبي، خاصة القرار الألماني، لا يخفى على أحد أنه في يد اللوبي الصهيوني من جهة، وهناك منظمات إرهابية مثل منظمة مجاهدي خلق استطاعوا أعضائها الحصول على هويات ألمانية، هويات للدول الأوروبية، ويسعون للسيطرة على القرار الأوروبي عمليا. يعني لربما علي أن أعيد ما قاله وزير الخارجية الإماراتي، أن السياسات الأوروبية سوف تؤدي أننا أن نشهد في المستقبل تحركات الإرهابيين من الداخل الأوروبي. اليوم العديد من المنظمات الإرهابية بات لديها جذور، يعني حصل أعضائها على هويات أو كان لديهم هويات تابعة للدول الأوروبية، ودخلوا في البرلمانات وحتى في المحاكم، وهم الذين يقومون بتحريك هذه الأمور في هذه الدول، خاصة في ألمانيا التي يعني اليوم يسيطر اللوبي الصهيوني الإسرائيلي على القرار الألماني. يعني لم نرى أي تحرك من ألمانيا تجاه المجازر التي تحصل وحرب الإبادة، لكن هناك تحول في الخطاب الألماني كان ملاحظ في الفترة الأخيرة تجاه إسرائيل، ولكن اليوم يعني هناك إدانة صريحة من قبل ألمانيا لإسرائيل، يعني وهذا لم نشهده سابقا. هذه فحد مروج، هذه ضحك على الدقون، يعني مثلما يقولون، لا أجد العبارة الفصحى. عمليا لو كانوا يريدون الضغط على إسرائيل لأوقفوا إرسال الأسلحة، إن كانت ألمانيا أو بريطانيا أو الولايات المتحدة، لو كانوا مهتمين لأوقفوا إرسال طيب. الأسلحة. هذه نقطة أخرى، لكن سأعود إلى النقطة التي ذكرتها دكتور عماد، بالأسلحة لأنها نقطة خطيرة جدا. عمليا هم يدعمون الإرهاب الإسرائيلي. أنت تتهم كيانات موجودة في البرلمانات الأوروبية بأنهم لديهم جذور إرهابية تغذي أفكارهم، وبالتالي هم يقومون بهذه لا المواقف. هذا ليس اتهام. المواقف هذا ليس اتهام. التي الداعية إلى معاقبة إيران بأسماء الأشخاص الذين كانوا أعضاء في منظمة مجاهدي خلق، واليوم باتوا في الدول الأوروبية نواب في البرلمان، وإن كان في ألمانيا، في بلجيكا، والعديد من الدول الأوروبية. لكن ما مدى قوتهم؟ يعني إن كان هذا صحيح، بضعة سنوات كانوا مصنفون. هؤلاء يقومون بتحريك البرلمانات الأوروبية. هذه التحركات تأتي أولا من قبل هؤلاء الأشخاص في البرلمانات الأوروبية. للأسف هؤلاء نفذوا إلى داخل البرلمانات، إلى المحاكم الأوروبية، وبدأوا بتحركات يعني يريدون تنفيذ ما لم يستطيعوا تنفيذه من قبل عبر عمليات الإرهابية
في الداخل البرلمانات الأوروبية منظمة مجادي خلق قتلت أكثر من 77 ألف إيراني وكانت مصنفة إرهابية منذ بضعة سنوات. اليوم أعضاءها هم أعضاء في البرلمانات الأوروبية. هذه نقطة. النقطة الثانية التي أود أن أشير إليها هي أن اليوم الدول الأوروبية مستاءة جدا من قيام إيران والولايات المتحدة بمفاوضات دون إشراك الأوروبيين فيها، خاصة ألمانيا التي خسرت كثيرا لقاء العقوبات الأمريكية على إيران. انسحبت الشركات الألمانية والشركات الأوروبية، يعني الولايات المتحدة لم تكن شركاتها تعمل في إيران. ألمانيا وبعدها فرنسا وبريطانيا شركاتهم كانوا يعملون في إيران، هم انسحبوا من إيران. اليوم الولايات المتحدة دخلت مفاوضات سرية خلف الكواليس دون إشراك هذه الدول. هؤلاء مستائين ويريدون أن يقولوا لإيران إذا لم تعطونا حصة من الاقتصاد الإيراني، حصة من كعكة الاقتصاد الإيراني، ولم تشركونا في هذه المفاوضات، نحن أيضا نستطيع أن نضايقكم. يعني تقول أنه دوافع أوروبا انتهازية؟ دوافع انتهازية يعني كاملة. دعني أخذ رد ضيفي من يعني برلين الخلاف على هاتين يعني سبب فقط هذه النقطة وأنهي كلامي. تفضل. سبب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي كان لأن أوروبا حصلت على حصة الأسد في الاتفاقات مع إيران بعد الاتفاق النووي، والولايات المتحدة لم تحصل على شيء. وهذا ما قاله ترامب بصراحة، يعني هذا ليس تحليل، هذا ما قاله ترامب بصراحة. طيب الآن ما ردك، يعني استمعت إلى كلام دكتور عماد سيد رافائيل في النقطتين اللتين أشار إليهما. النقطة الأولى هي أن هناك لوبيهات ضغط من قبل أطراف سماها بالإرهابية معارضة للنظام الإيراني تعيش في أوروبا، وهي التي تقوم بدفع هذا الموقف الأوروبي، وهذا التهم ليس بجديد. والنقطة الأخرى هو أنه كل هذا هو مجرد ابتزاز أوروبي لإيران من أجل الحصول على منافع اقتصادية. ما رأيك؟ أنا آسف، لم أستطع قبول أو حتى اتباع هذا الجدل الذي أثير. هناك الكثير من الأمور الخاصة بنظرية المؤامرة. أولا، المجاهدين، أنا أفهم أن النظام الإيراني يعتبرهم أعداء، ولست هنا لتبرير أفعالهم، ولكن هذه ليست النقطة. طبعا لديهم بعض الممثلين والذين يتواصلون مع العديد من السياسيين الأوروبيين، ولكن هذا ليس بالعامل الحاسم. العامل الحاسم هو أن النظام الإيراني كان يواجه العديد من الدول الأوروبية والعديد من الدول حول الكثير من الأمور ولعدة سنوات، لا سيما بعد التظاهرات في إيران والاعتقالات والقتل الذي حدث والذي أدى إلى موجة كبيرة من التظاهرات. وهذا كان ما جعل البرلمان الأوروبي أن يكون هناك مستوى آخر من العقوبات. علاوة على ذلك، فيما يتعلق بتقديم إيران للصواريخ لروسيا ضد أوكرانيا، هذا سبب آخر جعل الدول الأوروبية تزيد أو من توسيع نطاق العقوبات على إيران. ولكن هناك أعضاء من الحرس الثوري وكانت هذه هي العقوبات. هذا هو السياق، ولا يوجد أي لوبي من الذين تركوا إيران. ولكن هذا فيما يتعلق بالتحالف الإيراني الروسي في السنوات الأخيرة. وإذا كانت العقوبات ستساعد في أن يكون هناك تأثير على النظام الإيراني للتراجع، أعتقد أن هناك انقسام في الآراء في أوروبا بين كثير من الحكومات، وهناك انقسام. إذا كان هذا سيساعد أن يكون هناك تصنيف لكل حرس الثوري الإيراني أو بعض الأعضاء فيهم فقط. وكما قلت، الاتحاد الأوروبي حتى الآن لم يضع أي عقوبات كلية على الحرس الثوري الإيراني، ولكن هناك مناقشات حيال هذا الأمر. وألمانيا تتحرك فقط، ولكن ربما سيكون هناك مزيد من الأساسيات القانونية، وهذا ما ننتظره، وذلك لتصنيف الحرس الثوري الإيراني برمته. ولا يوجد أي افتراضات خلفية تتعلق بالولايات المتحدة، وأيضا لا أعتقد أنه يمكن
إذن أعتقد أن طبعاً هذا أمر يتعلق بالتفسير الذي استمعنا إليه، ولا نزال نتمنى أن النظام الإيراني سوف يبقي على شكل من الحوار فيما يتعلق بالبرنامج النووي، وكما قلت أن يوقف دعمه للفاعلين في المنطقة الآخرين، وأيضاً لتقديم الصواريخ إلى روسيا. أعتقد أن هذه النقاط المهمة التي تتعلق بالعقوبات، وليس هناك أي أسباب أخرى. سأعود إليك طبعاً سيد رافائيل. دكتور عماد، ما ردك على ما قاله السيد رافائيل؟ وبالفعل إيران أو الحرس الثوري الإيراني متورط في عمليات قتل وتصفية كثيرة جدا، ونتذكر منها على سبيل المثال عملية قام بها الحرس الثوري الإيراني في أربيل ضد عناصر قال إنها عناصر مناهضة أو عناصر أعداء. لكن الغريب هنا في الأمر أنه لا يقوم بتوجيه أي عمليات تجاه الولايات المتحدة الأمريكية أو المساس بمصالحها في المنطقة على سبيل المثال. هذه نقطة أخرى على الهامش. كيف سيكون برأيك تأثير في حال أقدمت الدول الأوروبية تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية؟ كيف سيكون تأثير ذلك على هذه المنظمة وعلى شرعية النظام الحاكم في إيران، كون الحرس الثوري الإيراني هو هدفه الأساسي أو هو أسس بواسطة النظام الإيراني؟ أولا، الحرس الثوري أي عملية قام بها أعلن عنها بشكل مباشر وعلني، وليس هناك أي عملية قام بها أخفاها. عمليا كل الاتهامات التي يتم توجيهها للحرس الثوري أو حتى لإيران والتي لم تقم إيران بالاعتراف عليها هي اتهامات كاذبة وملفقة. عمليا لم يكن هناك أي اتهام أثبت على أن الحرس الثوري قام بعملية خارج إطار العمليات التي تم الإعلان عنها رسميا. يعني هنا نقطة مهمة، الحرس الثوري دافع عن إيران مقابل منظمات إرهابية قامت بعمليات إرهابية. هذا حق مشروع وفقا لجميع القوانين الدولية، حق الرد لإيران هو حق مشروع. من عمليات في أراضي دول أجنبية أو يعني الحرس الثوري النظام الإيراني مبررا. إذا كانت منظمة إرهابية قامت بعملية ضد إيران وقامت إيران بالرد عليها وفقا للقوانين الدولية، هذا حق مشروع. يعني إن كان الحرس الثوري أو الجيش الإيراني أو قوات الشرطة أو قوات الحدود قامت بهذا، هذا حق مشروع لإيران ولجميع الدول. يعني عمليا وفقا لميثاق الأمم المتحدة، عندما تقوم منظمة إرهابية بعمل على أو بمهاجمة أراضيك وتقوم بعمل إرهابي داخل أرضك، تستطيعين أن تلاحق هذه المنظمة. عندما لا تستطيع الدولة الجارة أن تحمي حدودها من وجود هذه المنظمات الإرهابية، هذا أيضا حق مشروع. طيب، لكي تقوم بالدولة بالدفاع عن نفسها. يعني كل ما قام به الحرس الثوري في هذا الإطار هو حق مشروع لإيران وفقا للقوانين الدولية، ولا يمكن تصنيفه من برلين خارج هذا الإطار. نظرية المؤامرة مستبعدة، لأنه بمنتهى البساطة الدور الإيراني في تزويد روسيا على سبيل المثال بالأسلحة هو كان واحد من الأسباب التي أدت إلى اتجاه أوروبا لفرض عقوبات، وليس مسألة الابتزاز الاقتصادي التي ذكرتها. الدور الأوروبي في تهديد الأمن الروسي هو السبب الأساسي في كل ما يحصل اليوم في أوكرانيا. ما دخل إيران؟ إيران تتعامل مع دول مختلفة في المجالات العسكرية مثلها مثل باقي الدول، تبيع الأسلحة وتشتري الأسلحة. يعني إذا كانت الولايات المتحدة أو روسيا أو ألمانيا باعت الأسلحة أسلحتها لدول أخرى وقامت تلك الدولة باستخدام هذه الأسلحة للدفاع عن نفسها، يعني يجب معاقبة ألمانيا أو أمريكا أو بريطانيا. يعني الغرب أو لا يراها بهذه الطريقة، لكن يعني هذا غير منطقي. هذه وجهة نظرك. الغرب لا يراها، لا يرى العديد من الأشخاص. الغرب لا يرى المجازر التي تقوم بها إسرائيل في رفح، لا يرى ما حصل بالأمس في رفح. لم نرى ردة فعل ألمانية على ما حصل في رفح، على ما يحصل في غزة. وصلت الغرب الفكرة. لا يرى العديد، لا فقط يرى ما يريده. شكرا جزيلا لضيفي. للأسف انتهى وقت هذه الفقرة. من طهران رئيس تحرير صحيفة إيران دبلوماتيكا دكتور عماد أبشناس، شكرا جزيلا. وأشكر ضيفي من برلين الباحث في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية سيد رافائيل بوسونغ، أشكركما جزيلا.